ظروف اجتماعية صعبة يعيشها سكان حي سيدي محمد القصديري ببودوة والبحري في ولاية بومرداس، والسبب غياب أبسط ضروريات الحياة، ناهيك عن تراكم النفايات التي حولت المكان إلى مرتع للحشرات الضارة والحيوانات الضالة. مازال ما كملوناش الحنوشة، الطوام عندنا كما يقولوا الروغارات هذوك تصبت شتا نص ساعة برك. رحنا لشاف دايرة هذا السمانة اللي فات قالنا نخدم لكم لاسين اسمه، حنا صبت نص ساعة برك حملنا. ساكنة الحي يشتكون أمراضا تفتك بهم، إضافة إلى التهديد الذي يشكله قطار السكة الحديدية بالمحاذاة على حياتهم، وكثيرا ما كان ذلك مدعاة للاحتجاج ضد تراجع السلطات المحلية عن الوفاء بوعود ترحيلهم إلى سكنات لائقة تنهي زهاء ثلاثة عقود من المعاناة. شتكينا جاو دارونا البلدية واحد شغل سماها، وهنا السيد مات لوليدو في عمره 10 سنين، هو جارنا مات كلا الراج ما يعرفوش ما يفرقش في عمره 10 سنين، عندنا ترى منا ماتوا لنا ثاني وليد عمي انا مات قدامي اللي هي ضربات ترى، وكل عام خلي شحال تقيل. احنا اليوم واش رانا طالبين من السلطات اللي تشوف لينا، يعني كما يقول لك بعين الرحمه تشوف لينا، على كل حال تجي ترفدنا تعطينا سكنه، معليش احنا حتى ولا كان يعني لحقنا الوقت باش نموتوا في القرب كما ماتوا والدينا، احنا ولادنا ما خلوهمش يموتوا في القرابه. بحسب المسؤولين يظل غياب الوعاء العقاري العائق الأكبر لإنجاز المشاريع الخاصة بنزلاء السكنات الهشة في بودوة والبحرية. مشروع حوالي 500 سكن لبودوة والبحرية فيها الهش وفيها السكن الاجتماعي، لكن بحكم أن الأراضي غير موجودة اللي ممكن نوضع فيها هذا المشروع، المشروع هذا تحول إلى بودوة. يعني الناس صراحة شكينا وتكلمنا وحاولنا بكم من مرة أننا نلقاو مخرج لهذا الناس، يظهر أن الناس هذو مساكن مكتوب عليهم أنهم يعيشوا بهذا الشقاء. ولغاية ترحيل سكان الحي القصديري سيدي محمد ببودوة والبحرية، يظل الحي ذاته أحد النقاط السكنية السوداء في بومرداس.